بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مستر عصام دسوقي، مدرس الأحياء. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نتكلم عن الدعامة في النبات والدعامة في الإنسان والحركة في النبات والحركة في الإنسان. هنراجع معاكم النقاط الهامة والفنيات الهامة الخاصة بمنهج الأحياء عشان المراجعة بتاعتنا إن شاء الله لآخر السنة. أتمنى من الله المراجعة دي تكون مهمة ومفيدة ليكم، وفي نفس الوقت كمان تكون لمت أكتر الأجزاء الفنية في المنهج بتاعكم وشملت كل الأجزاء المهمة اللي تقدر تساعدكم إن شاء الله في حل الامتحان. هتكلم عن الدعامة في النبات الأول. إحنا عندنا نوعين من الدعامة. الشاشة قدامكم مقسومة نصين عشان خاطر إحنا هنتكلم عن جزء خاص بالمذكرة اللي موجودة فيها الفنيات بكل التكات المهمة اللي فيها والملخص بتاعها بصورة مصغرة شوية. في نفس الوقت هنلاقي جزء تاني من الفنيات شامل لأربع أو 5 كتب من الكتب المهمة خلال السنة الدراسية زي الامتحان والتفوق والمرجع، النقاط الفنيات الهامة اللي كانت في الأسئلة أو في الشرح، وفي نفس الوقت كمان تساعدنا على حل معظم أسئلة بأمر الله تعالى. ده للناس اللي مش مذاكرين، أما الناس اللي مذاكرين إن شاء الله فبأمر الله تعالى المذاكرة هتكون نافعة لهم جدا وهتفيدهم بنسبة 100% بأمر الله تعالى في حل الأسئلة. ان شاء الله هنبدا في الاول كده بجزء الدعامه والحركه. احنا عندنا نوعين من الدعامه، النوع الاول اسمه دعامه فسيولوجيه والنوع الثاني اسمه دعامه تركيبيه. الدعامه الفسيولوجيه هي دعامه مؤقته بتعتمد على خاصيه فيزيائيه، هي الخاصيه الاسموزيه، والخاصيه الفيزيائيه هنا بتعتمد على حركه الميه، او الخاصيه الاسموزيه بتعتمد على حركه الميه، فهي خاصيه ميكانيكيه او فيزيائيه بتعتمد على حركه الميه دخول وخروج للغشاء الخلوي بتاع الخليه. الدعامة الفسيولوجية هي إن الخلية تتملي بالمية فيبدأ الجدار الخلوي يتمدد أو يحصل فيه شد أو يحصل فيه توتر، فالجدار الخلوي يقترب من الغشاء البلازمي، أو سوري الغشاء البلازمي هو اللي بيحصل فيه تمدد وبيبدأ يتشد أو يقرب من الجزء بتاع الجدار الخلوي. فبالتالي الغشاء لما بيقترب من الجدار الخلوي، الجدار الخلوي طبعا ثابت مش بيتحرك لأن هو المفروض إن هو من مادة سيلولوز، والسيلوز دي المادة كيميائية يعني إلى حد ما صلبة لعند لما تتغلظ بمادة تانية معاه. الغشاء الخلوي بيتمدد ويبدأ يمتد عشان يوصل الجدار الخلوي، ده معناه إن الخاصية الأسموزية بتتحقق بالدعامة الفسيولوجية أو إن الخلية بتتملي بالمية. فهنا في حاجة اسمها ضغط الامتلاء، يعني عندنا الخلية أهي، ده الغشاء الخلوي بتاعها والجدار الخلوي بالشكل ده. لما الخلية طبعا بتبدأ تتملي بالمية فبتحصل شكلها بيتحول للشكل ده، ادي الجدار الخلوي من بره اهو بتاع الخليه، ويبدا الغشاء الخلوي ده يقترب جدا من الجدار الخلوي، يعني المسافه بين الغشاء الخلوي والجدار الخلوي بتكون اقل نتيجه ان الخليه هنا بدات تتملي بالميه. اللي سبب الدعامه الفسيولوجيه بالنسبه للنبات هو العامل الاول او المتغير الاول اللي بنسميه الفجوه العصريه اللي داخل النبات. فهي الفجوة العصرية هي المسؤول الأول عن الضغط الأسموزي أو الخاصية الأسموزية أو التعامل الفسيولوجي. في نفس الوقت كمان بيعتمد على الغشاء البلازمي. الغشاء البلازمي عندنا ده غشاء بيبقى شبه منفذ، فده بيتميز بخاصية شبه النفاذية، والنفاذية هنا بتسمح للغشاء الخلوي ده بمرور بعض المواد زي الأملاح ومنع الجزيئات الكبيرة، طبعا مرور كل الماء للخلية. فبالتالي المتحكم الأول في الدعامة الفسيولوجية هو الفجوة العصرية، ورقم 2 الغشاء البلازمي. بيبدأ الخاصية الأسموزية عندنا بانتقال الماء من المحلول المنخفض أو الماء الأكثر، سواء الماء الأكثر أو من التربة، من تركيز يعني من منخفض التركيز إلى المحلول العالي التركيز اللي هو الماء الأقل الفجوة العصرية. إزاي؟ انا هنا هتكلم على الخاصيه الاسموزيه هوضحها بجزء بسيط كده. عندنا انائين، ادي الاناء الاول والاناء الثاني اهو. لو ان انا عندي هنا هقول مثلا انا عايز اقول لكم الاول جمله كده طويله لازم نحفظها مع بعض ان شاء الله. كلمه بتقول ايه او الجمله بتقول ايه؟ بتقول كلمه التركيز بتساوي كلمه في الميه بتساوي كلمه الضغط الاسموزي بتساوي كلمه الاسموزيه هنساوي كلمة المحلول هنساوي كلمة العصارة هتساوي كلمة الزائبات هتساوي كلمة السكريات هتساوي الأملاح. ده كله المفروض إن هو لو جاب لي في أي سؤال أي حاجة من دي المفروض إن هي بتكون زائب في الماء. أول ما يجيب لي كلمة عن التركيز أو في المية أو ضغط أسموزي أو أسموزية أو محلول أو عصارة
او ذائبات او سكريات او املاح، تمام، على طول انا بنسبها لذوبانها في الميه. فهنقول هنا على سبيل المثال لو قال لي هنا التركيز 5%، هو قال 5% ما قالش ميه، يبقى كانه بيتكلم عن التركيز اللي هو بيبقى بنسميه الملح. انا قلت هنا التركيز هسميه كلمه الملح او الذائبات او السكريات او المحلول الاوضاط الاسموز او الاسموزيه. فانا قلت لك هنا اسموزيه الخليه او تركيز الخليه او في الميه اهي بتاعت الخليه 5، يبقى كاني بقصد بيها الملح. يبقى على طول انا هنسيبها لكميه الميه اللي يبقى فيها، فهقول هنا كميه الميه بنسبه 100%، شلنا منهم 5%، يبقى الميه اللي باقي عندي 95% ده المتبقي في الخليه دي من الميه. الخليه الثانيه قال لي التركيز فيها مثلا 10%، ال 10% دي معناها ايه؟ معناها برضو ملح، لان هو ان هي لها علامه في الميه، علامه في الميه يعني تركيز او ضغط اسموزي او اسموزيه او محلول او عصاره او سكريات او املاح. يبقى بما انه هو قال لي هنا 10% وسكت ما قالش ميه، يبقى كانه بيقول ال 10% ملح بتساوي كلمه ملح. كلمه ملح دي معناها ايه؟ كلمه ملح معناها ان الخليه هنا فيها 90% ميه. نبدا بقى نشوف الخاصيه الاسموزيه اللي بتحقق انتقال الماء من المحلول المنخفض. ادي المحلول المنخفض في تركيز، يعني منخفض التركيز يعني التركيز بتاعه 5%، هو ده المنخفض. ينتقل من منخفض التركيز الى مرتفع التركيز اللي هو من 5% الى 10%. التركيز دي تركيز، من التركيز المنخفض التركيز الاعلى. طيب، او هنقولها بطريقه تانية، انتقال الماء من التركيز العالي الى التركيز الاقل. يبقى اذا احنا كده بنحقق الخاصيه الاسموزيه، وفعلا انتقلت الماء من المحلول او الملح المنخفض التركيز عالي الميه الى الوسط التاني هو منخفض التركيز من الميه، او بمعنى اصح عالي التركيز. يبقى من منخفض التركيز الى عالي التركيز، او من مرتفع الميه الى منخفض الميه، وهنا تتحقق الخاصيه الاسموزيه. يبقى هنقول الخاصيه الاسموزيه هي خاصيه انتقال الماء من التركيز العالي الى التركيز الاقل، او خاصيه انتقال الميه من التركيز العالي الى التركيز الاقل. يبقى هنقول انتقال الميه من العالي الى الاقل، او الملح المنخفض الى الملح الاعلى. كده بنحقق الخاصيه الاسموزيه. طب الخاصيه الاسموزيه اتحققت على اساس ايه؟ على اساس ان في هنا فجوه عصريه، الفجوه العصريه بتكون مليانه بالاملاح. طبعا الفجوه العصريه ليها حجم الفجوه العصريه لو زاد معناها ان هي اتملت ميه، معناها ان الملح اللي فيها بدا تركيزه يقل. خلي بالكم من حاجه، هنا عندنا كلمه اسمها التركيز، عندنا كلمه اسمها الكميه. التركيز هو ان كميه الملح اتحط عليها ميه اكتر من اللازم، فبالتالي تركيزها بقى منخفض. اما كميه الملح نفسها ثابته. يعني على سبيل المثال لو عندي فجوه عصريه فيها 50 مثلا ايون ملح، ادي 50 ايون من الملح. 50 ايون ملح دول معناهم ايه؟ معناهم تركيز ومعناهم كميه. طيب 50 دول دايبين وليكن على سبيل المثال في لتر ماء، يبقى هم كده معناه 50 دايبين في لتر ميه. لو ان التركيز ده 50%، طيب 50 في، او هنقول ده مثلا 100 مللي ميه، يبقى 50 في 100 دي الكميه ثابته. لو انا زودت كميه الميه خليتها 10 لتر على سبيل المثال، كميه الملح مالها؟ تفضل ثابته زي ما هي 50. اما التركيز هو اللي هيبدا يقل. يبقى اذا عند اضافه الميه لداخل الفجوه العصريه، يعني دخول الماء للفجوه العصريه بالشكل ده، حجم الفجوه العصريه هيكبر بالشكل ده، يعني هيتحول من هنا لهنا. طيب لما تحول حجم الفجوه العصريه بالشكل ده كده، معناه ان هو حصل فيها امتلاء. الامتلاء ده حصل في ايه؟ حصل ان الفجوه العصريه بدات تزيد في الحجم، فبدا الغشاء الخلوي يتحرك ناحيه الجدار الخلوي للخارج بالشكل ده كده، تمام. فلما الجدار الخلوي ده جدار خلوي ثابت ده عشان حمايه، طب الغشاء اللازمي بدا الغشاء اللازمي يتحرك ناحيه الجدار الخلوي للخارج بالشكل ده كده نتيجه امتلاء الخليه. وهنا حصل حاجه اسمها ضغط الامتلاء. ضغط الامتلاء ده بيضغط على الغشاء البلازمي عشان يخليه يقرب ويتمدد ويقرب من الجدار الخلوي، فيبدأ الجدار الخلوي ده يحصل فيه شد أو توتر عشان هو يبذل جهد ضد الامتلاء ده للداخل. فالامتلاء بيخلي الغشاء الخلوي ده يتحرك للخارج، أما الجدار الخلوي يعمل ضغط معاكس ليه للداخل عشان يمنع انفجار الخلية. ودي الخاصية طبعا الموجودة في النبات اللي ربنا خلقوا بيها عشان يحافظ على الخلايا بتاعته من الانفجار. يبقى اذا الخاصيه الاسموزيه هي عمليه انتقال الماء من محلول منخفض اللي هو الميه الاكثر للمحلول المنخفض، يعني تركيز زي ما قلنا من شويه، يعني ضغط اسموزي يعني ملح منخفض، تمام، الى التركيز ذات المحلول العالي في التركيز. العوامل اللي بتاثر في التعامل الفسيولوجي عندنا علاقات بيانيه كتير جدا، هنشوفها ان شاء الله واحنا
بنتابع الجزء بتاع العلاقات البيانية. لكن الأول هنشرح جزء منها كده بسيط. العلاقات البيانية اللي بتأثر فيه أو العوامل اللي بتأثر فيه الدعامة الفسيولوجية، دعامة فسيولوجية متغيرة على حسب المحور. إحنا عندنا إيه بقى؟ عندنا حاجة اسمها محور السينات، وعندنا حاجة اسمها محور الصالات. تمام؟ محور السينات ده على سبيل المثال يا شباب، محور السينات لما بنيجي نتكلم عن المحور السيني، عندنا أي علاقة بيانية في الدراسة بتاعتنا أو في المنهج بتاعنا إحنا في الأحياء بالذات، بنتكلم على محور السين ومحور الصاد. محور السيني لو إنك أنت بتشوف المتغير فبتقول المتغير الأول على محور السينات، أما المتغير التاني بيكون على محور الصادات. تمام؟ طيب هنقول إيه؟ هنقول عندنا على سبيل المثال علاقة بيانية أهي، آدي علاقة بيانية فيها محور السينات ومحور الصادات، آدي محور السيني، ادي محور السين، وادي محور الصاد. المتغير الاول دايما عندنا هو محور السينات، ده المتغير الاول وبيأثر في المتغير الثاني، يبقى ده رقم واحد في التغير وده رقم اثنين في التغير. هنبص نشوف رطوبة التربة على سبيل المثال مع الدعامة الفسيولوجية. لو انا كتبت هنا رطوبة التربة، كتبت هنا الرطوبة بس فين؟ بس في التربة، لان عندنا حاجة اسمها رطوبة الجو، دي مختلفة عن دي. تمام؟ وهنا هتكلم على الدعامة الفسيولوجية. بما ان التربة فيها رطوبة عالية يعني فيها كمية المية عالية، يعني النبات ده لو هيعمل هنا دعامة فسيولوجية او هنكتب معنى صح اكتساب الدعامة الفسيولوجية، هيحصل ايه؟ هتبقى علاقة طردية، يعني النبات هيبدأ يكتسب دعامة فسيولوجية الى ان تصل الى حد معين طبعا وتثبت، عشان خاطر في ضغط جدار خلوي زي ما قلنا من شوية بيعاكس ضغط الامتلاء الداخل الى الخلية. طيب لو قلت رطوبة الجو، رطوبة الجو دي معناها ايه؟ معناها ان النبات عندنا الخلايا النباتيه بالشكل ده، الخليه دي في الغشاء الخلوي او الجدار الخلوي والغشاء البلازمي بتاعها بيحصل فيها فقد الميه من الداخل الى الخارج من خلال فتحات بنسميها احنا فتحات الصقور. تمام؟ في الطبقه العلويه طبعا والطبقه السفليه، طبعا الطبقه السفليه بتكون اكتر من الطبقه العلويه لان الطبقه السفليه فيها كميه صقور اكتر من الطبقه العلويه. تمام؟ هنا بيكون محاطة بطبقة كبيرة من الكيوتين، فلو إن في مية بيحصل لها بخر أو نتح من الصخور دي، فالمية بيحصل لها بخر أو نتح من الصخور، فبالتالي الدعامة الفسيولوجية اللي هي اكتساب المية في الخلايا الحارسة اللي موجودة في المكان ديت، لو قلت ديت خلية حارسة بيحصل فيها الخليات بيحصل فيها فقد المية نتيجة درجة الحرارة العالية اللي بره. طيب لما درجة الحرارة بتزيد بره فالنتح بيزيد، ففقد المية هنا بيزيد، فتركيز الملح هنا بيزيد، فيبدأ النبات يزيد من امتصاص الماء فيكتسب دعامة فسيولوجية. طب تعال نبص على رطوبة التربة، العلاقة البيانية اللي عندنا دي. لو أنا قلت رطوبة التربة هنا على المحور السيني هي المتغير الأول. تمام. طيب رطوبة التربة هي كده المفروض على المحور السيني بتزيد، يبقى المفروض إن اكتساب الدعامة الفسيولوجية بالنسبة للنبات هيمتص مية، فالنبات يبدأ الدعامة الفسيولوجية بتاعته تزيد، فالخلايا الحرارية تبدأ تنتفخ وتتملي بالمية. طيب لو أنا قلت ان الدعامه الفسيولوجيه اللي هنا الرطوبه في الجو، شلنا كلمه التربه دي وخليناها كلمه الجو، رطوبه الجو معناها ايه؟ معناها ان الجو هنا فيه ميه كتير. تمام؟ طيب بما ان الجو هنا فيه ميه كتير يعني في رطوبه في الجو هنا عاليه، دي رطوبه الجو. النبات اصلا بيخرج الميه منه ليه؟ عشان يخرج الماء الزائد عن حاجته في صوره النتح. تمام؟ طيب بما ان في نتح او في رطوبة في الجو عالية، هل النبات محتاج يخرج كمية نتح كتيرة؟ لا. يعني معنى كده ان رطوبة الجو كلما زادت رطوبة الجو كلما كان معدل النتح هيكون ايه؟ اقل، يبقى النتح هنا هيقل لان رطوبة الجو بتزيد. حلو خالص. يبقى معنى كده النتح ده بيبقى اقل، فالنبات هيحافظ على المية اللي فيه، فالدعامة الفسيولوجية هنا هتفضل ثابتة تقريبا جوه النبات، مش هيحصل فيها فقد المياه بصورة كبيرة، فالنبات مش هيلجأ لامتصاص المياه من التربة. يعني رطوبة التربة دي علاقة طردية، لو التربة هي اللي فيها رطوبة عالية فإذا الدعامة الفسيولوجية بتزيد معاها. طيب ضغط الامتلاء، لو إن ضغط الامتلاء اللي هو الضغط الناشئ عن امتلاء الفجوة العصارية أو وجود فجوة عصارية بما فيها من أملاح وتركيز أملاح وكمية ملح موجودة جواه، فالفجوة العصارية كلما امتلأت الفجوة العصارية بالمية كلما كان ضغطها الاسموزي منخفض، كلما كان الدعامة الفسيولوجية فيها عالية، كلما اقترب الغشاء البلازمي من الجدار الخلوي وزاد التوتر وزاد الشد في الجدار الخلوي اللي هو بيحمي الخلايا النباتية من
الانفجار. معدل مثلا بناء الضوء على سبيل المثال، عندنا خلايا نباتيه، الخلايا النباتيه بتعمل بناء ضوئي، تمام؟ طيب احنا بنعمل بناء ضوئي في الخلايا النباتيه، فادي الخلايا النباتيه عندنا اهي. الخلايا النباتيه ديت فيها من هنا كده بلاستيدات خضراء كتيره، فالبلاستيدات الخضراء دي بتعمل ايه؟ بتعمل بناء ضوئي. البناء الضوئي ده بينتج عنه جلوكوز، اللي هو كنا بنقول عليه بيجال في سنه ثانيه ثانوي. الجلوكوز ده بيتخزن في، بيتخزن في الفجوات العصريه. فبما انه هو بيتخزن في الفجوات العصريه، يبقى كده تركيز الفجوه العصريه هيزيد، تمام؟ لان الجلوكوز زاد فيها، فبالتالي يؤدي الى سحب النبات لكميه ميه عاليه. طيب عندنا هنا تركيز محلول الفجوه العصريه طرديه، كلما كانت الفجوه العصريه اللي جوه الخليه النباتيه، اللي هنا طبعا دي خليه نباتيه، تمام، على كده خلاهم بره اهو. الفجوه العصريه كلما كان تركيز الاملاح اللي موجوده فيها هنا عالي، تمام، كلما كان كميه الميه اللي فيها اقل، فده بيعمل على دفع الماء من الخارج الى الداخل، ودي بنسميها عمليه امتلاء الفجوه العصريه بالميه، او عمليه الاتمام الخاصيه اسمه زي. طيب لو ان الميه اتحطت او الخليه اتحطت فيها كميه ملح بره عاليه، يعني الميه اللي بره دي هي اللي كان فيها الميه دي فيها كميه ملح عاليه، كميه الملح العاليه اللي هنا دي ايه اللي هيحصل فيها؟ هيحصل ان الخليه الملح هنا عالي، ده ملح عالي او تركيز عالي، تمام. معنى ان هي ملح عالي او تركيز عالي ان هنا كميه الماء اقل. حلو خالص، بما ان الماء اقل والملح تركيزه عالي، يبقى اذا هينتقل الماء من داخل الخليه الى خارج الخليه، ودي عمليه بنسميها عمليه ايه؟ عمليه البلزمه. يعني ايه البلزمه؟ فقد الخليه النباتيه او الحيوانيه للميه الموجوده داخلها نتيجه وضعها في محلول عالي التركيز او منخفض الميه او في كميه ميه اقل، لان هيحصل هنا عمليه بلزمه، يعني انكماش الخليه، يعني الغشاء الخلوي هيتحول، شكله يبقى عامل ازاي؟ ادي جدار الخليه بالشكل ده كده اهو، تمام، جدار خلوي، والخليه النباتيه الغشاء لازم بتاعها هيبقى منكمش بالشكل ده. لما تشوف الغشاء الخلوي فيه انكماش بالشكل ده كده، والفجوه العصريه جواه اهي، معنى كده ان الغشاء البلازمي ابتعد عن الجدار الخلوي، يعني المسافه دي بقت اكبر. فاذا المسافه بين الغشاء البلازمي والجدار الخلوي كلما زادت المسافه، كلما فقد ان الخليه الميه، كلما حصلت عمليه البلزمه بسرعه اعلى، وده بنسميها جهد الاسموزيه. الجهد الاسموزي هو فقد الخليه للميه بعمليه البلزمه. طيب تعال نشوف ضغط الاسموزي الفجوه العصريه. يعني ايه ضغط اسموزي؟ قلت من شويه كلمه ضغط اسموزي هو تركيز، هو املاح وسكريات، يعني معنى كده ان الضغط الاسموزي هنا بيزيد، يعني الاملاح بتزيد، يعني هيسمح للخليه ان هي تعمل امتصاص للميه وتكتسب الدعامه الفسيولوجيه. رطوبه الجو علاقه طرديه. يعني ايه رطوبه الجو علاقه طرديه؟ يعني انا دلوقتي لما اجي املا الخليه دي بالميه، تمام، وهنا في رطوبه الجو زي ما قلت من شويه، ادي هنا رطوبه الجو على المحور السيني، وادي الدعامه الفسيولوجيه على المحور الصادي. بما ان الجو فيه رطوبه عاليه، يبقى اذا النبات ده هيفضل محافظ على الميه اللي جواه، يعني مش هيمتص او مش هيفقد الميه اللي جواه، فتفضل الميه داخل الفجوه العصريه بكميه كبيره. طبعا بيبقى في جزء من الميه في السيتوبلازم داخل الخليه، عشان طبعا ده السيتوبلازم عندنا احنا عارفين هو بيتكون من 90% من الميه. توتر الجدار الخلوي علاقه طرديه، ده معناه ايه؟ ان كلما زاد توتر الجدار الخلوي، كنت بقولها من شويه، الجدار الخلوي ده لما يتوتر معناه ان الغشاء البلازمي ده بيضغط عليه للخارج، تمام، يعني كده احنا في ضغط امتلاء للخارج، معنى كده ان الخليه بتعمل اكتساب دعامه ايه؟ فسيولوجيه. حجم الخلايا، حجم الخليه كلما زاد حجم الخليه زي ما احنا شفنا هنا كده في الرسمه دي، لو كنا افتكرنا الرسمه اللي كانت قبلها، انه في حجم الخلايا لما بيبقى عندنا خليه حجمها كبير، تمام، ده معناه ان هي اكتسبت كميه ميه بصورة عالية، تمام. طيب في عندنا كمان حاجة بنسميها ايه؟ بنسميها ناخد دي، بنسميها تركيز المحلول التربة او الضغط الاسموزي في التربة. يعني تركيز محلول التربة او ضغط الاسموزي التربة، تركيز محلول التربة لما تركيز محلول التربة بيزيد، ده معناه ان الضغط الاسموزي داخل التربه دي بيزيد، تمام. عايزين نجيب واحده يكون فيها الاوراق متتاليه،
NHT. عذرا، دلوقتي هنتكلم تاني على الجزء ده. في عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، المعادلة الناتج حلقة عكسية، الناتج بيزيد، ادي كنا بنقول من شوية ادي الطبقة العلوية بتاعة النبات، الطبقة السفلية في هنا بيبقى في ثغور موجودة على الطبقة العلوية الطبقة السفلية، الثغور بالشكل ده، الثغور بيبقى فيها مجموعة كبيرة من الخلايا الحارسة. طبعا الخلايا الحارسه بتكون موجوده في الجزء السفلي اكتر من الجزء العلوي، عشان هنا مش بتبقى مغطى بطبقه من الكيوتين زي الطبقه العلويه اللي يكون عليها طبقه كيوتين عشان تمنع فقد الميه بصوره كبيره. طيب دي خليه حارسه وعدد الثغور. عدد الثغور بما ان عدد الثغور بيزيد ففقد الميه بيزيد، قد عامل الفسيولوجيه بيزيد. تمام، يعني معنى كده معدل النتح، لما معدل النتح ده يزيد، بص بقى الدعامه الفسيولوجيه بالنسبه للخليه اللي هي البارنشيميه اللي تبقى خليه حيه موجوده هنا، اللي هيحصل فيها ايه؟ هتفقد الميه اللي فيها، فلما تفقد الميه اللي فيها فاذا الدعامه الفسيولوجيه بتاعتها هتقل. يبقى احنا عندنا معادله نتح لما بيزيد الدعامه الفسيولوجيه داخل الخليه البارنشيميه اللي حصل فيها فقد الميه دي، تمام، بيقل كميه الميه اللي موجوده فيها فتركيزها بيزيد والدعامه الفسيولوجيه بتاعتها بتقل. طيب ايه اللي بيحصل بعد اكتساب الدعامه الفسيولوجيه في النبات؟ هنا بيقل تركيز محلول الفجوه العصاريه، يعني اكتسبت ميه فالمحلول تركيزه بيقل، يعني كميه الملح بتفضل ثابته، وبيقل ضغطها الاسموزي، يعني معنى كده ان احنا سحبنا الميه من التربه فبيزيد تركيز محلول مين؟ محلول التربه. طيب النباتات العشبيه بتعتمد الدعامه الفسيولوجيه لذا يظهر عليها الذبول عند فقد الماء او الجفاف، واحنا عندنا حاجه خدناها في المنهج بيسموها بذور غضه. يعني بذور غضه يعني بذور خضراء بتكون لسه لينه، لينه يعني فيها جزء اخضر لسه، والخلايا بتاعتها خلايا برانشيميه وتقدر تقبل الميه، زي ايه؟ زي بذور الفول الخضراء اللي بعد كده بتنشف يعني، بس هي او بذور البسله. لو احنا جبنا بذره البسله، ادي بذره البسله اهي، معنى بذره البسله المعنى دي لما بنحطها في ميه، بص بقى على الميه اللي بره شكلها ايه، دي هنقول عليها بذره، وادي هنا الماء، الماء ده لو قلنا تركيز عالي، اتفرج بقى تركيز عالي يعني في الميه يعني ملح، عالي يعني ماء اقل، حلو الكلام. طيب بما ان الميه هنا اقل ودي بذره يعني فيها فجوات عصاريه محتفظه بالميه، وهي بذور غضه يعني بذور خضره لينه لسه فيها ميه، ايه اللي يحصل في البذره دي؟ هتفقد الميه منها للوسط الخارجي، فالبذره دي تتحول للشكل ده كده، تمام، هتلاقي البذره بقت عامله كده منكمشه وبالشكل ده، ادي بذره البسله فقدت الميه هنا، ومستوى الميه هنا هي ايه؟ مستوى الميه هنا هيرتفع شويه في الاناء بعد ما كان مثلا هنا على سبيل المثال هيبقى كده، ده معناه ان البذره حصل فيها ايه؟ حصل فيها انكماش. طيب بص الحجم، حجم البذره هنا كان اكبر، معناه ان مكتسبه دعم فسيولوجي، حجمها هنا اصغر معناها فقدت الدعم الفسيولوجي. طيب دي بذور بتبقى فيها خلايا برانشيميه، هنتكلم بعد شويه على انواع الخلايا الموجوده عندنا. النباتات الصحراويه بالذات فيها الدعامه التركيبيه لترسيب الكيوتين للحفاظ على الميه زي الصبار. على سبيل المثال معانا نبات صبار، طبعا كنا عارفين نبات صبار، نبات صبار ده نبات صحراوي، تمام، والاوراق بتاعته بتكون خضراء وعليها طبقه كبيره من الكيوتين. الكيوتين ده بيعمل ايه في النبات الصحراوي ده؟ بيحافظ على الدعامه الفسيولوجيه من فقد الماء في النباتات الصحراويه بالشكل ده. طيب لما هو بيحط طبقه الكيوتين، كلما زاد طبقه الكيوتين في النبات اللي يحصل فيها كلما كانوا فقد الميه بتاعه بيكون ايه؟ بيكون اقل. طيب نرجع تاني نبص على انواع الخلايا الموجوده عندنا. احنا عندنا 3 انواع من الخلايا، في حاجه اسمها خليه برانشيميه، حاجه اسمها خليه كولانشيميه، حاجه خليه اسمها خليه اسكلرانشيميه. الخليه البرانشيميه هي خليه حيه فيها نواه،
وبتبقى بيضاوية الشكل، وفي نفس الوقت الخلية دي بيكون فيها مسافات بينية بينها وبين الخلايا المجاورة ليها. طيب أما الخلايا الإسكلرانشيمية فهي خلايا بتكون ميتة محاطة بطبقة من الليجنين أو السيوبرين مترسب في الجدر الخلوية أو ما بين المسافات البينية. وفي طبعا خلايا تانية اسمها الخلايا الكولانشيمية، وده شكل الخلايا البرانشيمية أهي، فيها مسافات بينية وخلية حية فيها نواة. طبعا دي تكتسب عمل الفسيولوجية، وقد تحاط من بره بطبقة من الكيوتين. والكيوتين هنا لازم نخلي بالنا هل هو بيحيط بجزء بس من الخلية ولا بيحيط بكامل الخلية. لو انه بيحيط بكامل الخلية فهو كده المفروض هيمنع فقد الماء منها، فهتحافظ بصورة أكبر على الدعامة الفسيولوجية. وده بيكون الإحاطة بتاعت الكيوتين إحاطة جزئية على طبقة البشرة بتاعت النبات، اللي هي تبقى شكلها عامل كده، كلها خلايا بالشكل ده، والخلايا دي مقسمة عليها طبقة الكيوتين من الخارج. الخلية لو دي بتبقى جدار الخلية بتاعها من السيلوز، فيها مسافات بينية، فيها نواة بتسمح بالتهوية. لو اتحولت لخلية بيضاوية الشكل بالشكل ده كده، والمسافات البينية اللي بتاعتها بدأت تتلاشى المسافات البينية، أو بمعنى أصح مفيش مسافات بينية وبدأت هنا الجزء بتاع الخلية على جدار الخلوة من بره يترسب مزيد من السيلولوز، يبقى هي خلية جدار الخلوة بتاعها سيلولوز لكن اترسب عليها كمان جزء من السيلولوز. خلية حية فيها نواة تقدر تكتسب الدعامة الفسيولوجية، تمام. طب لو احنا زودنا التغليظ بتاعها تتحول لخلايا مضلعة بالشكل ده، الخلايا المضلعة دي بيكون فيها مادة السيوبرين أو مادة اللجنين مرسبة على حسب مكان ترسيب بتاعها. اللجنين المفروض انه مترسب على الخلايا الداخليه، لان الخلايا الداخليه دي بتعبر عن خلايا الخشب داخل النبات. يعني ايه خلايا داخليه؟ يعني خلايا موجوده في وسط النبات او وسط سيقان. كنا خدنا الكلام ده في ثانيه ثانوي، بيتكلم عن الحزمه الوعائيه. ادي الحزمه الوعائيه اهي، لو تفتكروا كنا خدناها في ثانيه ثانوي. الحزمه الوعائيه بيقول هنا دي طبقه البشره، البشره تحت منها حاجه اسمها القشره، اللي هي عباره عن 3 طبقات، خلايا برانشيميه، وبعد كده خلايا كولانشيميه مغلظه شويه، وبعد كده حاجه اسمها غلاف نشوي، وبعدين في حاجه اسمها حزمه البيريسايكل، اللي هي كانت عباره برانشيميه مع خليه اسكلرانشيميه او ليفيه، وبعد كده كان في حاجه اسمها نسيج الكامبيوم موجود في الجزء ده كده، الكامبيوم اهو. والكامبيوم ده كان بينقسم عشان يعطي لحاء ثانوي للخارج ويعطي خشب ثانوي للداخل، وبعد كده النخاع. فهنا الخشب، هنا اللحاء، هنا الكامبيوم، هنا نسيج بارنشيمي، ده نسيج برضو بنسميه نسيج فليني اللي هو بيبقى مرسب عليه مادة السيوبرين، تمام. طيب هنشوف احنا بقى الخلايا شكلها ايه. هنا في الطبقة العلوية بيكون مرسب مادة الكيوتين على الطبقة العلوية، ما عدا طبعا فتحات الصغور عشان تسمح بخروج الميه. طبقة الخلايا البرانشيومية دي خلية حية تمتص المية بالدعامة الفسيولوجية وتكتسب المية. بعد كده ممكن نلاقي تحت منها طبقة من الخلايا البيضاوية الشكل برضو، أو خلايا دائرة الشكل لكن مغلظة تغليظ أكتر بالسيلوز، فيترسب على الجدار الخلوي سيلوز. هنا بقى الخلايا الإسكلرانشيمية بقى ده بارانشيمي، ده كولانشيمي، ده إسكلرانشيمي. نرجع نبص هنا على علامات البلزمة. البلزمة هي فقد الماء والدعامه وانحسار الغشاء الخلوي بعيدا عن الجدار الخلوي وتقليل التوتر. طبعا ده لو خليه حيوانيه ممكن الخليه تنكمش، اما لو خليه حيوانيه وضعت في محلول منخفض التركيز فهتمتص ميه ممكن تنفجر. الدعامه التركيبيه هي دعامه دائمه بنسميها خاصيه كيميائيه بترسيب مواد كيميائيه على الجدار الخلوي او على الجدر الخلوي. الخلايا البرانشيميه غير مغلظه بس بيدخل في تركيبها مين؟ السيلوز. طيب ودي بيبقى فيها دعامه فسيولوجيه فقط. السيلوز ده يا شباب ماده كيميائيه، هو عباره عن مكون كيميائي من الجلوكوز اللي هو C6H12O6، ده بالنسبه لنا ده هو مركب الجلوكوز، تمام. طيب لو احنا عايزين نعمل ايه، احنا عايزين نبص على المواد الكيميائيه اللي موجوده عندنا. عندنا ماده اسمها الكيوتين. الكيوتين ده بيترسب على الجدر الخلويه من الخارج، والكيوتين ده زي ما احنا درسنا هو ليه دورين، ليه دور في المناعه التركيبيه وليه دور برضه في الدعامه التركيبيه. هو ماده شمعيه بتمنع تكون الميه على الجدر الخلويه من الخارج، وبالتالي يبدا الميه دي لو اتكونت، لان الميه دي طبعا وسط مناسب لنمو البكتيريا والميكروبات، فربنا خلق للنباتات طبقه الكيوتين اللي هي بيقابلها عندنا احنا في الانسان ماده زي الكيراتين.
مادة الكيوتين دي مادة هي مانعة لدخول المية من الخارج، تمام؟ وممكن يسمح النبات ليها بنتح بنسبة حوالي 5%. الكيوتين ده بيعمل ايه؟ الكيوتين ده بيمنع خروج المية من النبات، فبيحافظ على الدعامة الفسيولوجية جوه النبات. ايه كمان؟ هو مادة كيميائية اصلا، وعشان هو مادة كيميائية شمعية فده بيعمل ترسيب خارجي على الخلايا الخارجية للنبات، وهو مادة شمعية غير منفذة. الماء بيترسب على جدار البشرة ويمنع نفاذ الماء للخارج من خلال البشرة، اللي هي بنسميها دعامة تركيبية ودعامة فسيولوجية في نفس الوقت. يعني هو مادة كيميائية وكمان دعامة فسيولوجية عشان بيحافظ على المية داخل النبات. السيلوز ترسيبه خارجي داخلي، يترسب خارج الخلايا الداخلية. يعني عندنا احنا مثلا خلية في وسط النبات من جوه، هنرسب سيلوز، نرسبه فين؟ نرسبه على جدار الخلايا من الخارج. طيب هو مادة محبة للمية، كنا بنسميها في تانية ثانوي مادة غروية محبة للماء، وكمان هو مادة منفذة. السيلوز ده بقى يعني ما شاء الله عليه منفذ لكل الحاجات الخاصة بالنبات، سواء مواد كبيرة الحجم أو أملاح أو بروتينات كبيرة أو مية أو ميكروبات أو أي شيء، هو منفذ، يعني منفذ بالكامل. فده عنده حاجة اسمها النفاذية الكاملة. الخلايا كلها شامية بتزود عليها تلغيز السيلوز زي ما شفنا من شوية، وبالتالي السيتوبلازم والفقرات العصبية بتاعتها بيبقى فيها دعامة تركيبية ودعامة فسيولوجية. اللجنين ده ترسيب داخلي داخلي. يعني ايه داخلي؟ يعني عندنا خلية نباتية بالشكل ده بيترسب داخل الخلية من الداخل اللجنين. طيب كده احنا عرفنا من داخل الخلية بيترسب اللجنين. طب داخلي التانية ديت معناها ايه؟ معناها ان الخشب اصلا، لما شفنا من شوية كده كنت بتكلم عن حزمة نوعية شكلها عامل كده، كنت بقول لكم الخشب موجود في الجزء ده، تمام؟ فالخشب هو داخل النبات، والخلايا بتاعته لو هي هنا كده فالترسيب بتاعها بيكون داخلي. يعني هي الترسيب بيبقى داخل الخلايا الداخلية أصلا، هي خلية داخلية فترسب اللجنين داخل الخلية الداخلية، والخلية دي أصلا هي داخل النبات، تمام؟ داخل السيقان بتاعت النبات اللي بتبقى موجودة في القطاع العرضي في السيقان. طيب والسيلوز ده مادة منفذة، الكيوتين ممكن يسبب النفاذ بنسبة 100%. أما اللجنين بقى، اللجنين ده مادة غير منفذة. طب ممكن يتشرب المية؟ اه، لأن في بعض اللجنين بيعمل تشرب للمية بس مش بينفذه، هو مادة غير منفذة. فأنا لو قلت هختار الصلابة، هختار الصلابة، اختار لها اللجنين. لو هختار عدم النفاذية اختار السيوبرين. طب لو انا قلت اللجنين، هو اللجنين الميزة الأولى فيه انه بيتمتع بالصلابة وهو كمان غير منفذ، تمام؟ طيب عدم النفاذية، عدم النفاذية هي ميزة بتميز السيوبرين، وكمان السيوبرين ليه جزء من الصلابة، بس الصلابة بتاعته بتيجي بعد عدم النفاذية. يعني السيوبرين بيتميز بعدم النفاذية ثم الصلابة، اللجنين بيتميز بالصلابة ثم عدم النفاذية. طيب لو احنا رسبنا لجنين على خلية نباتية، انا هقول لك تعالى نحبسك في أوضة، تمام؟ لمدة مثلا 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع، هل أنت يوم ما اتحبست في الأوضة دي أنت مت؟ لا. ده معناه إيه؟ معناه إن أنت ما متش. حلو خالص. يبقى إذا لما أنا حبستك في الأوضة، يعني كأني رسبت لجنين على الخلية من الداخل، أهو الخلية الداخلية رسبت لها لجنين من الداخل، تمام. هل معنى كده ان البروتوبلازم اللي هو السيتوبلازم والنواه والفجوه العصبيه والميتوكوندريا ومحتويات النواه هتموت بمجرد ترسيب اللجنين، ولا هي هتموت بسبب موت البروتوبلازم بتاعها؟ يعني المثال بتاعنا هو انا هحبسك في اوضه، انت في اوضه معاك اسبوع، اول يوم هتحاول تخرج من الاوضه، اول يوم هتحاول تشوف منفذ عشان تتحرك منه، بس انت لازلت بتتحرك على الرغم من الاوضه مقفوله. يبقى السبب في موتك مش قفلان الاوضه اللي هو ترسيب الجنين. يعني لو اجيب لك سؤال بيقول لك هل السبب في موت الخليه عندما يترسب على الجنين ترسيب الجنين ولا موت البروتوبلازم؟ هتقول له موت البروتوبلازم الاول، هو اللي مات. ليه؟ لانه استخدم كل المواد الغذائيه الموجوده فيه خلال يوم، خلال يومين، خلال 3 ايام، وبعدين بدأت الخلية تموت لأن البروتوبلازم مفيش ليه أي حاجة داخلة، لأن اللجنين هنا بيكون مادة غير منفذة. يبقى اللي بيتسبب في موت الخلية مش ترسيب اللجنين، لكنه هو إن البروتوبلازم بتاعها هو اللي مات نتيجة عدم وجود منفذ ليها، لأن اللجنين ترسب عليها من الخارج أو سوري من الداخل، وأدى إلى عدم
دخول اي ماده غذائيه ليها، فبالتالي الخليه كده مش هيبقى فيها ماده غذائيه داخله ليها، فهتموت الخليه. يبقى الخليه هتموت ليه؟ هتموت لعدم وجود ماده غذائيه داخلها او اكسجين، وبالتالي ده كان سبب فيه الجنين، لكن هو البروتوبلازم هو اللي مات. طيب يغلظ الاوعيه الخشبيه، او يغلظ الاوعيه الخشبيه ده الجنين، كمان الخلايا السكرانشيه مغلظه بالجنين والسيلوز. يعني احنا عندنا اي خليه لازم الاول الجدار الخلوي بتاعها هيكون عليه سيلوز، ثم يتم ترسيب ماده مين؟ يتم ترسيب ماده الجنين. يعني احنا الجدار الاولي، ادي الجدار الاولي اهو اللي بنسميه سيلوز، رصب بقى على انت يا باشا الجنين، رصب عليه السيوبرين من الخارج على حسب ما انت عايز. السيوبرين رصب من الخارج في الخلايا الداخليه، لان هنا مغلظ بالجنين من الداخل. طيب لو انا عندي خليه خارجيه، خليه نبات اهي، الخليه دي فيها الجدار الخلوي بتاعها اللي هو الاولي من السيلوز، ربنا خلقه اصلا طبيعي في النبات. تمام، افرض الخليه دي خليه خارجيه، يعني في يعني عندي القله في العدسيات كده للخارج على القشره بتاعت نبات من بره، حصل فيها قطع، فالسيوبرين يترسب فين؟ يترسب من الداخل. يبقى السيوبرين ليه مكانين في الترسيب، يا اما يترسب داخل الخليه لو الخليه خارجيه، تمام، او يترسب خارج الخليه بقى من بره كده عليها سيوبرين لو الخليه داخليه. ادي الخليه اهي، والجنين هيترسب هنا، ده كده هنسميه الجنين، وده الجدار الخلوي بتاع سيلوز، وده هيترسب عليه بره سيوبرين. يبقى السيوبرين يرسب من الخارج في الخلايا الداخليه لان فيها الجنين، والجنينه من الداخل اهي بالجنين اللي بيعمل على موت البروتوبلازم او بيساعد في موت البروتوبلازم، لكن البروتوبلازم هو اللي بيموت اصلا عشان ترسيب الجنين منع نفاذ المواد الغذائيه. طيب دي خليه داخليه يعني في وسط النبات، حصل عليها ترسيب الجنين، فالجنين هنا بقى يرسب من الداخل داخل الخليه اهو، والسيبرين يرسب من الخارج. طب لو الخليه بره عند القله في العدسات، فالسيبرين يرسب فين؟ السيبرين يرسب في داخل الخليه. تمام، طيب البريسايكل بيحتوي على خلايا برانشيميه والياف مغلظه بالجنين اللي هو بنسميه شويه كاسبري لتنظيم مرور الماء الى الخليه. شويه كاسبري ده بقى ممكن يحيط بجزء بس من الخليه، وده كان جاي في سؤال تقريبا سنه 21. السؤال كان او سنه 22، السؤال ده كان جايب شريط بيسموه شريط كاسبري، وشريط كاسبر ده بيحيط جزء من الخليه النباتيه، كان الخليه شكلها عامل كده، شكل الخليه النباتيه، وكان هو جايب شريط كاسبر عليها كده من بره، وقال لك شريط كاسبر ده هو يمنع النفاذيه في الجزء اللي هو محيط بيه بس. طيب ماذا يحدث لو كانت الخليه كلها محيطه بشريط كاسبر كلها؟ طبعا هيمنع نفاذ اي شيء للخليه، وبالتالي الخليه دي هتموت. تمام، لكن هو بيغلظ بس الجزء او بيمنع النفاذيه في الجزء اللي هو اتعرض ليها شريط مين؟ شريط كاسبر. السيبرين ماده شمعيه برضو، تمام، غير منفذه للماء. السيبرين ترسيب داخلي خارجي، يعني ايه بقى داخلي خارجي؟ زي ما قلت من شويه، هو داخلي اهو على الخلايا الداخليه، على الخلايا الداخليه، لكن ترسيب بيكون من الخارج، ديت لخلايا خارجيه، ترسيب داخلي لخلايا خارجيه، ترسيب داخلي خارجي، وترسيب داخلي لخلايا ايه؟ خارجيه. يعني لو ان الخليه خارجيه هو بترسب فين؟ في الداخل. تمام، يغلظ الخلايا الفلانية ويمنع نفاذ الماء وفقده. السيبرين ترسيب خارجي داخلي، خارجي امتى؟ لو ان الخلية خارجية زي كده يترسب في الداخل، ده الكلام اللي قلناه على السيبرين. طيب لا يصلح السيبرين تغليظ الأوعية الخشبية طبعا، لان السيبرين مادة ايه؟ غير محبة للماء، وقت تنفيذه بالمرة فهو غير منفذ، فهو بيتمتع بعدم النفاذية في المقام الأول، ثم ليه جزء في الصلابة. فيتم تغليظ الاوعيه الخشبيه بالجنين الذي يتشرب الماء ولا ينفذه، فيساعد على التماسك والايه والتوثق، وهو بيساعد على الشد. ده كده كان الجزء بتاع الدعامه، بس هرجع بس معاك جزء بسيط افكرك ان احنا عندنا دعامه تركيبيه ودعامه فسيولوجيه. دعامه فسيولوجيه هي ان الميه بتدخل جوه الخليه نتيجه وجود فجوه عصبيه وغشاء بلازمي عشان يسمح بمرور الماء من والى، لكن برضو خلينا فاكرين كويس او نفتكر كويس ان الدعامه الفسيولوجيه بتتحقق عند وجود فرق في التركيز على جانبي الغشاء البلازمي، يعني لازم يكون في فرق في التركيز عشان يسمح بانتقال الماء، والا لو في التركيز هيكون متساوي على جانبي الغشاء الخلوي، فبالتالي لن تنتقل الماء من او الى داخل الخليه. الدعامه التركيبيه بتحمي الدعامه الفسيولوجيه لان هي عباره عن مواد تركيبيه زي الكيوتين او الجنين او السيبرين او حتى السيلوز، لما بيزيد السيلوز على سيلوز عشان يعمل خليه اسمها الخليه الكولانشيميه، وده كده الجزء الخاص بالدعامه في النبات. الدعامه في الانسان، احنا طبعا كلمه دعامه احنا بندرس فصل اسمه فصل الدعامه. الدعامه يعني ايه؟ دعامه يعني قوه، يعني صلابه، يعني حمايه، يعني متانه، يعني اتاحه الحركه. يعني احنا لازم يكون برضو عندنا حركه خاصه بين الكائن الحي،
من خلال الجزء الدعامي او الهيكل اللي بيرتبط بيه اجزاء الجسم او اجزاء الكائن الحي المختلف. الدعامه في الانسان عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز دعامي ربنا خلقه الانسان بيمثل فيه الهيكل العظمي. الهيكل العظمي عندنا عباره عن جزئين، هيكل عظمي محوري اللي هو الجمجمه والعمود الفقري والقفص الصدري، تمام، وهيكل عظمي طرفي اللي هو عبارة عن الطرفان العلويين والحزامين والطرفان السفليين والحزامين، تمام. عدد الفقرات الموجودة في جسم الإنسان هي عبارة عن بالنسبة للعمود الفقري عبارة عن 33 فقرة، لكن هما بيسموا فقرات عندما بيكون العمود الفقري بتاعنا منفصل. لكن العمود الفقري إذا كان ملتحم في بعض الأجزاء منه زي فين؟ زي الفقرة العصعصية او الفقرات العصعصيه، هم 4 فقرات عصعصيه في الطفل او في المراحل الجنينيه والطفوله. لما بنبدا نبلغ او نبدا نوصل لمرحله البلوغ بيبدا العظام بتاعه الفقرات العصعصيه تلتحم، فلما بتلتحم بيتحولوا ال4 عظام دول الى فقره واحده بس او بما بنسميها عظمه واحده بس. فده العمود الفقري، ادي 1 2 3 4 5 6 7، دول بنسميهم فقرات ايه؟ فقرات عنقيه اللي هم منطقه العنق، تمام. ودول فيهم 3 اشكال او بمعنى صح 3 انواع، هو نوع كله عنقي بنسميهم 3 اشكال او 3 مجموعات، يعني ممكن حد يسميهم انواع بس كلمة انواع ديت عائدة على كلمة العنقية، فهنسميهم 1 نوع اللي هو العنقية، 3 اشكال او 3 مجموعات. الفقرة الاولى لها شكل، الفقرة التانية لها شكل، يبقى الاولى والتانية، ومن التالتة لعند الفقرة رقم 7 اللي هما 5 فقرات ليهم شكل مختلف. فكده احنا عندنا 3 أشكال في الفقرات العنقية. بعد كده في عندنا 12 فقرة صدرية أو ظهرية، 12 فقرة صدرية أو ظهرية دول بنسموهم فقرات نموذجية، لكن هما مش أكتر نموذجية من الفقرات القطنية، دول فقرات نموذجية لأنهم بيحتوي على 7 نتوءات، وهنعرف ده خلال الشرح بتاعنا. عندنا فقرات عنقية 7 والظهرية 12 والقطنية 5 والعجازية 1 والعصعصية 1، ده على حسب عددهم كإيه؟ على حسب عددهم كعظام. يعني العنقية 7 لأن هما فقرات منفصلة وبنسميهم عظام منفصلة. الظهرية أو متمفصلة، منفصلة أو متمفصلة يعني. الظهرية 12، 12 فقرة متمفصلة أو 12 فقرة منفصلة، فبنسميهم 12 فقرة أو 12 عظمة. القطنية هما 5 عظمات، أدي 1 2 3 4 5، ودول أكبر فقرات العمود الفقري حجما، تمام، ويكونوا اكثر وضوحا، وطبعا فيهم كل النتوءات سواء العلويه او السفليه او المستعرضه او النتوء الشوكي او الحلقه الشوكيه، يعني وجسم الفقر كمان موجود فيها بصوره واضحه جدا، عشان كده هم اكثر نموذجيه في العمود الفقري. فدي الفقرات القطنيه. العجزيه هم عباره عن 5 فقرات في الطفل بيبدا يلتحموا الفقرات دي عندما يبدأ مرحلة البلوغ، بيكون فيهم 8 ثقوب بالشكل ده. لما بتلتحم الفقرات العجازية دي فبتكون 1 عظمة بس، هما أصلا كانوا كام فقرة؟ كانوا 5 فقرات في الأساس، تمام. طيب دول بيكونوا ملتحم، يبقى الجزء العلوي من العمود الفقري اللي هو العنقية والظهرية أو الصدرية والقطنية بتكون منفصلين، تمام، أو بنسميهم متمفصلين. اما الفقرات العجزيه فبنسميها فقرات عجزيه، عباره عن 1 عظمه. العظمه الواحده دي هي عباره عن 5 فقرات كانوا منفصلين ثم بداوا يلتحموا مع مرور الوقت. عشان كده احنا عدد العظام الموجوده في جسم الانسان بتساوي 206 عظمه في الشخص البالغ، لكن في الطفل بيكونوا اكتر من 206 عظمه، قد يصل الى 270 او في كتب بتسميها 300 عظمه في جسم الإنسان. نتيجة الإنسان بيكبر وبيبلغ فبيبدأ العظام بتاعته تقل شوية بشوية عشان حصل فيها بعض الالتحامات، زي ما هنشوف في عظام الحوض، وزي ما هنشوف في العمود الفقري حصل التحامات، وزي ما هنشوف في عظام الجمجمة في الجزء الجبهي اللي حصل فيه بعض الالتحامات وأدى إلى نقص عدد عظام موجودة في جسم الإنسان. طيب أشكال فقرات العنقية زي ما قلنا فيها 3 أشكال، الأطلس والمحور العنقية، واحد شكل صدري وواحد شكل قطني ودي بنسميها النموذجية، وواحدة عجازية اللي هي عريضة والإيه أو العريضة أو المفلطحة، وواحدة شكل اللي هي العصعصية اللي هي أصغر الفقرات. لو جه قال لك في السؤال أصغر فقرات العمود الفقري بتقول العصعصية، طيب دي أصغر الفقرات عامة. طب لو جه قال أصغر الفقرات
المتمفصلة. يبقى أنا كده هستثني من هنا الفقرة العجزية اللي تحت دي اللي هي ملتحمة، والعصعصية لأن هي برضو ملتحمة. فهنبص على الفقرات العنقية وهنقول فقرة رقم واحد عنقية هي الفقرة الأولى الأصغر حجما في الفقرات المتمفصلة. طيب الفقرات المتمفصلة عندنا 24 فقرة، 7 و12 و5، 7 و12 و5، يبقى كده عندنا 24 فقرة متمفصلة. ده عند الفقرة رقم 24 قطنية. تمام؟ طيب الفقرات الملتحمة هما 9، منطقة العجزية والعصعصية، وبالمناسبة احنا بنسمي المنطقة الصدرية والبطنية والعجزية بنسميها منطقة الجذع. أحيانا بيجي يسأل على المنطقة دي بالنسبة لمنطقة الجذع. الفقرات المنصفة للعمود الفقري، طبعا الفقرة رقم 17 لأن العمود الفقري عندنا 33، فأنا بحسب على حسب الفقرة، في 16 فوق و16 تحت كده 32، والفقرة في النص رقم 17. الفقرة التي تنتهي عندها الحبل الشوكي بتاع عند الفقرة 20 اللي هي الأولى القطنية، ما بين 20 بمعنى أصح يعني بين 20 و21، وبعد كده يبدأ العمود الفقري الحبل الشوكي سوري يتفرع داخل العمود الفقري إلى فروع أصغر فأصغر، وبيمتد هو داخل الحبل الشوكي، بيبدأ يمتد كده داخل الفقرات بتاعة العمود الفقري بالشكل ده. تمام؟ طيب إيه كمان؟ عندنا هنا اصغر الفقرات الملتحمه حجما، طبعا الملتحمه حجما يبقى هي الفقره العصعصيه رقم 33 الاخيره، لان دي اصغر الفقرات العمود الفقري عامه، ويسكت او يقول اصغر الفقرات الملتحمه زي ما قال هنا كده رقم 33. واكبر الفقرات الملتحمه حجما هي رقم 25، دي الملتحمه حجما اللي هي العجزيه الاولى، دي اكبر الفقرات الملتحمه عشان هي ملتحمه. طب لو قال اكبر الفقرات وسكت يبقى الفقره القطنيه رقم 24. ولو قلنا بالنسبه للفقرات هنقول مثلا عندنا الفقره رقم 24 هي فقرة قطنية، أو أقول الفقرة في العمود الفقري واسكت. طب لو قلتها قطنية ممكن أقولها رقم 5 قطنية، اللي هي بالنسبة لنا في الترتيب في العمود الفقري رقم كام؟ رقم 24. عدد الانحناءات العمود الفقري هم 4، أمام خلف أمام خلف، أمام من ناحية العنق تمام، وخلف من ناحية الصدر أو البطن، وأمام مرة ثانية من ناحية القطنية، وبعد كده خلف من ناحية الفقرات العجزية أو الفقرات العصعصية. في عندنا حاجة اسمها ترتيب الفقرات حسب الحجم تنازليا، الفقرات حسب الحجم تنازلي. في عندنا القطنية هي أكبرهم حجما، ثم العجزية. أنا برتب هنا مين؟ برتب الفقرات قطنية ثم عجزية ثم صدرية ثم عنقية ثم مين؟ ثم العصعصية. يزداد حجم الفقرات المتوصلة من أعلى لأسفل حتى الوصول الفقرة رقم 24 قطنية، ويقل الحجم بعد كده مرة تانية. فبالتالي احنا لو رسمنا علاقة بيانية كده وعملنا كده هنقول الفقرات حجمها، طبعا ان هي ما ينفعش ابدا من الصفر لان انا من هنا الفقرة لها حجم، فالفقرات العنقية بتبدا من الاصغر الى الاكبر تزيد لعند رقم 24، ثم تبدا في تناقص مرة تانية لعند ما توصل لعند كام؟ عند الفقرة رقم 33 عصعصية. ودايما لازم يكون مستوى العنقية اعلى من مستوى العصعصية لان العصعصية اصغرهم في الحجم. تمام؟ طيب النتوءات في الفقرات، المفروض النتوءات هنا في الفقرات هما 7 نتوءات، ادي نتوء مستعرض، التاني مستعرض، نتوءين علويين، نتوءين سفليين، وادي النتوء الشوكي. فكده دي فقرة موجود فيها جسم الفقرة هنا موجود فيه 7 نتوءات، 7 نتوءات في صورة نتوءات مزدوجة. عندنا ادي 2 مزدوجين مستعرضين، 2 علويين مزدوجين، 2 سفليين مزدوجين، ونتوء واحد بس فقط ايه؟ شوكي. يبقى عدد الأزواج في النتوءات أو النتوءات في الفقرة هم 3 أزواج. طيب لو قلنا عليها عدد النتوءات ونسكت هم كام؟ هم 7، 2 مفصلي أمامي علوي، 2 مفصلي أمامي سفلي، 2 مستعرض، وجسم الفقرة اللي بتضم فيها الحلقة الشوكية اللي بتصل بها النتوء الشوكي بيكون مال الأسفل عشان حماية الحبل الإيه؟ الحبل الشوكي. تمام؟ طيب عدد أقراص الغضروفية في الفقرات هم 33، لأن الفقرة الأولى والتانية ما فيهاش قرص غضروفي. هنا ما فيش قرص غضروفي بين الفقرة الأولى والتانية. طيب بعد كده لو احنا جينا لا يوجد قرص غضروفي بين العنقية الأولى والتانية، ويوجد بين القطنية والعجزية، في الآخر خالص هنا كده بين الفقرات المتمفصلة وبين الفقرات الملتحمة اللي هي الممثلة في العجزية، في المنطقة دي كده في قرص غضروفي بيكون موجود هنا، وحتى إنه في كمان قرص غضروفي بيكون موجود بين العجزية والعصعصية. يبقى عدد الأقراص الغضروفية اللي موجودة في الجسم هم 33 قرص غضروفي. عدد المفاصل الغضروفية بين الفقرات 24 مفصل غضروفي، المفصل بين العجزية والعصعصية
غضروفي ليفي بين العجزية والوسواسية، غضروفي ليفي ولا يوجد قرص غضروفي. هنا مفيش قرص غضروفي بس هنا اسم مفصل غضروفي ايه؟ ليفي. تمام. الفقرة العنقية الأولى بتسميها الأطلس، ولها مفصل أطلسي مع الجمجمة، زلالي محدود الحركة بيسمح بحركة الرأس لأعلى ولأسفل. أما التانية بنسميها فقرة المحور، والمحور ده بيسمح بحركة الرأس يمينا ويسارا، وده زلالي برضو محدود الحركة. عدد عظام الشخص البالغ 206، وعدد العظام في الأطفال 270 عظمة أو قد يزيد. تمام. الجذع ومنطقة الوسطى من الجسم، الجذع جميع فقرات وعظام العمود الفقري ما عدا العنقية. يعني هنا لو هنحسب الجذع نحسب العصاصية ونحسب العجزية ونحسب الصدرية ونحسب القطنية زي ما قلت من شوية، يبقى لازم بالنسبة لنا كده عدد فقرات الجذع 26 فقرة، 12 ظهرية، 5 قطنية، 5 عصاصية و4 عصاصية. عدد الفقرات المتمفصلة في الجذع 2. عدد الفقرات المتمفصلة اللي هو في الجذع بالنسبة لنا سوري بيكون كام؟ بيكون 17، لأن هما الصدرية والقطنية بس. أما عدد الفقرات الملتحمة هما 9، لكن هما في صورة كام عظمة؟ في صورة عظمتين اتنين بس. على عظام فقرات الجذع، لو قلت عظام الجذع عندنا 17 اللي هما الظهرية والقطنية 12 و5، زائد الفقرات اللي هي العجزية والعصوصية اللي هي تعتبر عظمة وعظمة، فهنا 12 و5 17 وعظمة وعظمة يكونوا 19. على عظام الجذع 50 عظمة، دول موجودة في جسم الإنسان، عشان احنا بنضم معاه قفص مين؟ الصدري، المكون من 24 ايه؟ من 24 ضلع، زائد العمود الفقري كمان اللي بيبقى فيه فقرات العمود الفقري اللي موجودة جوه جسم الإنسان، فاحنا عندنا 50 عظمة. الجمجمة، على عظام الجمجمة وملحقاتها 29، لو شلت الجمجمة بس بسميها 22، عبارة عن جزء مخي وجزء وجهي. الجزء المخي هو الجزء الخلفي، والجزء الوجهي هو الجزء الأمامي. تمام. الجزء الوجهي 14 عظمة، التمانية دول في الجزء المخي اللي بيحتم فيه المخ. الملحقات هم عبارة عن عظمات الأذن الوسطى اللي هم 6، بنسميهم مطرقة والسندان والركاب، ودول 3 عظمات في كل أذن بيسمحوا طبعا بحركة الأذن عشان أو حركة عظام الأذن عشان يساعد في عملية السمع. في عندنا عظمة اسمها عظمة اللمي أعلى الحنجرة، ودي العظمة الوحيدة اللي في الجسم الغير مرتبطة بعظام أخرى. تمام. طيب تتصل العظام عن أطرافها المسننة بالمفاصل اللي فيها ثابتة، بيسموها مفاصل درزية. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا المخ على سبيل المثال هنا في الجزء ده كده في مفاصل مسننة، بيحصل في أطراف مسننة بين عظام المخ من هنا ومن هنا عشان تساعد أو تساعد في التحام العظام دي. بس المفاصل دي بيسموها مفاصل ليفية مسننة، كلما زاد الشخص في العمر كلما زاد التحام المفاصل دي وقوتها وعدم حركتها. والجمجمة عامة العظام بتاعتها غير متحركة كلها ما عدا عظمة الفك السفلي هي الوحيدة المتحركة، لأن عظمة الفك السفلي طبعا فيها مفصل زلالي بيساعد على حركة الفك أثناء مضغ الإيه؟ مضغ الطعام. والفك عامة أو تجويف الفم ده عامة هو مش تبع أو لا يتبع يتبع عظام الجمجمه او الفجوات الموجوده في الفم. فالجمجمه عامه عندنا هنا فتحتين للعيون وفتحتين او فتحه الانف، وعندنا فتحتين للاذن، فاحنا عندنا في الجمجمه 5 فتحات بالاضافه طبعا للثقب الكبير الموجود في مؤخره الجزء الخلفي اللي بيسمح باتصال الجهاز العصبي المركزي ببعضه اللي هو المخ والحبل الشوكي من خلال الثقب الكبير اللي بيمر من الحبل الشوكي من الجمجمة إلى عظام العمود الفقري عشان يتصل بالحبل الشوكي. مجموع عظام الحزام الصدري 4 كتف واتنين ترقوة. دي عظام الحزام الصدري 4 كتف. ايه هما الـ4 كتف؟ الـ4 كتف واتنين واتنين في ترقوة. طيب يعني اتنين واتنين، اتنين ترقوة واتنين في الكتف، كتف اتنين وترقوة اتنين، هما 4. بينما مجموع عظام الحزام الحوضي 2. الحوض احنا بنسميه هو حوض واحد بس، لكن هو عبارة عن جزئين او نصفي الحوض المتماثلين. عدد العظام او عدد الضلوع الحقيقية في جسمنا 7. احنا عندنا القفص الصدري زي ما احنا شايفين هنا، القفص الصدري بيتكون من ضلوع، وفي عظمة في النص اسمها عظمة القص، وفي نفس الوقت هم متصلين بالخلف من العمود الفقري كلهم. لا طبعا، لان احنا عندنا هنا العمود الفقري هو متصل كله بالضلوع، لكن الضلوع لا تتصل جميعها بمين؟ بالقص من الامام.
فاذا العمود الفقري في ال 12 فقره الظهريه كلهم متصلين بالضلوع، يبقى اذا تتصل كل الضلوع بالعمود الفقري عدد الضلوع الغير متصله بالعمود الفقري بتساوي صفر. طب تتصل كل الضلوع بالقصد تقول له غلط طبعا، لان احنا عندنا ثلاث انواع من الضلوع. في حاجه اسمها الضلوع الحقيقيه وهم سبع ازواج، تمام، بتبدا بالضلوع من الاعلى لاسفل لحد نوصل الضلع السابع. الضلع السابع ده هو اكبر الضلوع حجما، تمام، وبعدين نبدا نشوف بقى الضلوع الكاذبه اللي هم ثلاثه ازواج او ثلاث ازواج من الضلوع اللي هو الضلع رقم 8 و9 و10، ودول متصلين اتصال غير مباشر بالغضروف المتصل بالضلع السابع المتصل بالقصر، تمام. عدد الضلوع العائمه هم زوجان، اتنين هنا واتنين هنا، يعني اربع ضلوع موجوده على جانبي، وده طبعا هم ضلوع عائمه بتساعد في حركه تنفس الشهيق والزفير، وطبعا لو حصل اي كسر في عظام ضلوع مش بيوقف الحركه ولا بيمنع التنفس، لكنه بيعمل صعوبه في حركة القفص الصدري، يعني صعوبة في الشهيق والزفير. لكن لو حصل كسر في الترقوة فده بيوقف الحركة، لأن الكتف لوح الكتف مش متصل بالقفص الصدري ولا بالعمود الفقري إلا عن طريق الأربطة والأوتار والعضلات. لكن اللي متصل بالطرف هنا اللي ماسك الطرف عندنا العلوي بالقفص الصدري هو عظمة الترقوة. هيكل طرفي، عندنا هيكل طرفي هنا في حاجة اسمها عدد تجويف الهيكل الطرفي 6. التجويف الموجودة فيه في الهيكل الطرفي عامة، تمام، 6. فين هم الستة؟ 2 تجويف حقي اللي هو موجود عند التجويف الحقي اللي بيربط عظمة الفخذ بالحوض أو نصف الحوض الأيمن وعظمة الفخذ الأخرى بنصف الحوض الأيسر، و2 تجويف أروح اللي هو أوسع مفصل في الجسم، و2 تجويف الزند. هيكل طرفي فيه 4، وهيكل سفلي في اللي هو العلوي، وفي هيكل سفلي في 2. العلوي الايمن في 1، والطرفي السفلي بيساوي كام؟ بيساوي 0، لان الطرف السفلي مفيش فيه تجويف، يعني عند الركبه على سبيل المثال مفيش تجويف موجود عند الركبه، لكن التجويف موجود بس عند المفصل الحقي اللي هو بيربط عظمه الفخذ بالعظام الحوض. عدد عظام مفصل الكوع هم 3، عباره عن كعبره وزند وعضد. والكعبرة هي عظمة متحركة ناحية الصباع الكبير بتتحرك على عظمة الزند الثابتة لناحية الصباع الصغير، والكعبرة متحركة حركة نصف دائرية يعني 180 درجة على عظمة الزند. طبعا تتصل الرأس العضد السفلى بالكعبرة والزند الرأس الايه العليا، تمام. طيب عدد عظام مفصل الركبة هم 3 برضو، الفخذ والقصبة والايه والرضفة. طب هنا ما حسبناش الشظ ليه؟ لان الشظ هنا لا تتصل بالمفصل، الشظ بتكون منخفضة لأسفل شوية فما بتتصلش بالايه بالمفصل، تمام. عدد عظام مفصل الكتف هم 2 اللي عبارة عن العضد والتجويف الأروح اللي هو لوح الكتف اللي موجود فيه التجويف الايه التجويف الأروح اللي هو أوسع مفصل في الجسم. على عظام مفصل الحوض 2، الفخذ والحوض. مجموع عظام اليد 27، ومجموع عظام القدم 26 عظمة. ال 27 دول موجودين فين؟ موجودين 14 سلمية وخمس أمشاط، تمام، يبقى كده 19. ومعانا كمان في الرسغ في 8 عظمات في صفين منتظمين اللي هم 5 و3 يبقى 8، يبقى احنا بالنسبة لنا كده 8 و5 14، سوري 8 و5 13 و14 عظمة سلمية، يبقى كده معانا 27 عظمة. أما مجموع عظام القدم فالرسغ القدم بيتكون من 7 عظمات على عكس رسغ اليد، رسغ اليد فيه 8 أما رسغ القدم فيه 7 عظمات غير متزامنين الشكل، أكبرهم عظمة اسمها عظمة الكعب، تمام، ودول متزامنين الشكل، وخمس أمشاط أطول طبعا في الشكل وفي نفس الوقت متصلين ب 14 سلمية. في الوضع التشريحي للزراعة بتكون الكعبرة للخارج مقابل الإبهام، والزند للداخل مقابل الخنصر أو الصباع الصغير. في الوضع التشريحي للقدم بتكون القصبة هي اللي مواجهة للصباع الكبير مقابل الإبهام، والشظية بتكون مقابل الخارج. طبعا زي احنا زي ما قلنا الشظية هي بتساعد في حركة القدم بصورة منتظمة، لكن هي لا تتصل بمفصل الركبة. الارتفاق العاني أو أهمية الرضفة عندنا حماية مفصل الركبة ومنع الانزلاق بتاعه، وبتحمي طبعا الأربطة الموجودة في الركبة. الارتفاق العاني مفصل غضروفي بيكون أطول وأقل سمكا في الرجل وأكثر وأكثر سمكا، يعني أعرض فين؟ في المرأة. طبعا الارتفاق العاني ده عبارة عن جزء غضروفي
والاجزاء الغضروفيه هي اللي بتبقى موجوده بين العظام وبعضها. ودايما زي ما احنا اتعلمنا قبل كده برضو، ما قلنا ان الغضاريف مش موجوده بين كل العظام، صح كده؟ يعني معنى كده ان مش كل الغضاريف بتحمي العظام بتاكل، تمام؟ لان احنا عندنا عظمه زي عظمه مثلا الركبه او مفصل الركبه او مفصل الكوع، ده عظمتين فبينهم غشاء غضروفي. طيب عظام العمود الفقري بينهم قطعه غضروفيه، عظام الارتفاق العاني بينهم قطعه غضروفيه، الضلوع اللي شفناها من شويه هنا، الضلوع دي بيبقى فيها قطعه غضروفيه وبتحصل على غذائها هي والقطعه الغضروفيه الموجوده في عظمه القص بالانتشار من العظام القريبه، تمام؟ طيب القطعه الغضروفيه دي هنا قطعه غضروفيه، وما بين الفقرات وبعضها قطعه غضروفيه، والارتفاق العاني فيه قطعه غضروفيه. دي القطعه الغضروفيه اللي بتسمح بالحركه المحدوده جدا ما بين العظام وبعضها، ودي تسمح او بتمنع التاكل ما بين العظام، وطبعا بتمنع الالم او النزف عشان العظام ما بتحتكش ببعضها. لكن في بعض الغضاريف موجوده في جسم الانسان ما بتسمحش او لا تسمح بتاكل العظام ببعضها، يعني هي ما لهاش علاقه، مش لا توجد بين عظمتين زي الانف وزي لسان المزمار وزي القصبة الهوائية على سبيل المثال وزي صوان الأذن. ديت عبارة عن أجزاء غضروفية مش بتوجد بين عظمتين. طيب تكمل، كنا بنقول هنا الارتفاق العاني مفصل غضروفي بيكون أطول وأقل سمكا في الرجل. الارتفاق العاني هو الجزء ده منطقة الحوض عند الرجل. الأنثى طبعا بتكون أعرض شوية، في نفس الوقت كمان بيكون الزاوية بتاعة الارتفاق العيني بتكون حادة عند الرجل، بتكون أوسع شوية عند الأنثى، لأن الأنثى طبعا بيحصل عندها الحمل والولادة، فمنطقة الارتفاق العيني بتبدأ تزيد لأن بيشتغل عليها هرمون زي ما شفنا في أثناء دراستنا، هرمون اسمه هرمون الريلاكسين. في عندنا كمان الفقرات العجزية مرتبطة بعظام الحرقوفة والفقرات العصوصية. مع الفقرات العصوصية الحرقوفة عضلة الإليا اللي هو الجزء بتاع العضلات الموجودة ماسكة في الحرقوفة، بتربط بأربطة وأوتار مع عظام العجزية في الجزء السفلي من الجسم. تتصل عظام الحوض من الأمام عبر الرفاق العاني ومن الخلف عن طريق الفقرات العجزية. يبقى احنا كده عندنا منطقة الحوض عبارة عن عظام الحوض وعبارة عن الفقرات العجزية، دول اللي بيكملوا مع بعض الجزء بتاع الحوض من أسفل عشان يرتبط فيهم الطرف السفلي. يتكون كل طرف علوي أو سفلي من 30 عظمة سواء علوي أو سفلي، لكن دي الطرف فقط بدون الحزام. مفصل الكتف أضعف من مفصل الحوض لأنه بيكون طبعا واسع ويكون زلالي أكتر وواسع الحركة أكتر، والتجويف بتاعه بيكون تجويف سطحي يعني مش عميق زي التجويف اللي هو الحوض. عدد عظام الحوض 2، هما عظمتي الحوض لالتحام الحرقوفة والورك والعانة يمين ويسار. هما كانوا والطفل صغير كان الحرقوفة والورك والعانة كل واحد فيهم في جزء لوحده، لكن بعد البلوغ بيحصل إن ده بيروح يمين حرقوفة وورك وعانة بيحصل فيهم التحام، ويسار حرقوفة وورك وعانة بيحصل فيهم التحام، فبنسميهم نصفي الحوض المتماثلين. عدد عظام الحوض 4، عظمتي الحوض والعجز والعصعص، لأن العصعص متصل مع تحت الأسفل العجز والعجز متصل بعظمتي الحوض. نوع العظام حسب الشكل، عندنا عظام تكون طويلة، وعندنا عظام الفخذ والقصبة مثلا والعضد والزند، وعندنا عظام قصيرة زي سلاليمات الأصابع، عندنا عظام مسطحة زي الجمجمة والعكتف والقص والأضلع والحوض، وعندنا غير عظام غير منتظمة الشكل زي الفقرات. في أنواع النخاع العظمي، نخاع العظام الأحمر وده بيكون خلايا الدم بكل مشتقاتها طبعا، سواء الدم الأحمر أو الصفائح الدموية أو الخلايا الدم البيضاء بكل أنواعها، وده بيكون موجود عند رؤوس العظام الطويلة والمسطحة. أما النخاع الأصفر ده بنسميه نخاع بيكون موجود في جسم العظمة اللي هو الجزء ما بين رأس العظمتين، وده بيقوم بتخزين جزء من الدهون، وإذا لا قدر الله حصل خلل في نخاع العظام الأحمر فبيبدأ نخاع العظام الأصفر ده يبدأ يعوضه جزء بجزء عشان يقوم بدوره في الحالات اللي بيبقى فيها نقص في نخاع العظام الإيه؟ الأحمر. بيتحول لنخاع عظام أحمر وقت الحادث اللي هو الأصفر والإصابات بالأنيميا، ويوجد في مركز العظام الطويلة أو في الوسط بالظبط في منتصف العظمة. الغضاريف
الغضروف عبارة عن نسيج ضام، يعني ايه نسيج ضام؟ يعني بيضم جميع أجزاء الجسم مع بعضه، يعني بيربط الأعضاء المختلفة في الجسم مع بعضها. أنواع الغضروف: عندنا غضروف ليه فيه بيمتاز بالقوة والصلابة، عندنا غضروف صلب، يعني ليفي يعني صلب وقوي وكثيف، يتكون من الياف الكولاجين، والكولاجين هنا بيبدي فيه مرونه شويه، تمام، زي الموجود عند الاتفاق العام. في غضروف مرن، ده بيتكون من الياف المرنه بالاضافه للكولاجين، وده بيكون موجود مثلا في الاذن الخارجيه ولسان المزمار، وده غضروف مرنه لا تحمل عظام من التاكل. في غضروف زجاجي بقى شفاف، ده الاكثر انتشارا، وده بيكون موجود عند اطراف العظام في المفاصل وبعض الاعضاء زي الانف ومرارة التنفسيه وعظمه القص. طبعا دي بتتكون بطريقتين او بتتغذى بطريقتين مختلفتين. علل، هنقول لك علل ليه، لان هي اولا بتاخد جزء من العوايد الدمويه لان هي عظمه، وفي نفس الوقت كمان فيها جزء غضروفي في الاسفل اللي هو المدبب اللي بياخد غذائه من العظام القريبه منه بالايه؟ بالانتشار. المفاصل، أي مفصل هو موضع التقاء عظمتين أو أكثر. عدد المفاصل في جسم الإنسان 360 مفصل، عدد العضلات في جسم الإنسان 320 زوج، طيب يعني 640، والعدد الفعلي يتراوح ما بين 640 و 350. يعني بص، احنا الأعداد ديت احنا مش لازمانة قوي في المنهج بتاعنا، لكن احنا هنا بنقول إن عدد المفاصل الموجودة في الفقرة الظهرية. تعال نبص على الفقرة الظهرية كده ونرسمها مع بعض ونشوف المفاصل الموجودة فيها عددها كام بالظبط حسب رسمة المنهج. ادي جسم الفقرة اللي معانا، جسم الفقرة اهو، ادي جسم الفقرة، تمام. جسم الفقرة فيه هنا مفصل في الجنب ده ومفصل في الجنب الناحية التانية. تخيل معايا كده ان المفصل ده بيربط فيه الضلع، فده عبارة عن تجويف ضحل، يعني تجويف مش عميق، تجويف سطحي بسيط خالص. هنا مفصل وهنا مفصل بيربط فيه الضلع. طيب ايه كمان؟ في هنا الحلقة الشوكية طبعا، وفي هنا النتوء الشوكي المائل الأسفل، في بيبقى فيه نتوئين مفصليين أماميين علويين بالشكل ده، في نتوئين مفصليين سفليين خلفيين بالشكل ده، وده النتوء الشوكي. وهنا بيكون في نتوء مستعرض، وهنا في نتوء مستعرض جاي في الجسم الفقري، تمام. تعال نشوف عدد المفاصل هتبقى 10 ازاي، اللي هم عدد المفاصل في الفقرة الظهرية. ده هيربط بمفصل زلالي علوي، يبقى دي مفصل زلالي علوي، مفصل زلالي علوي كده، يبقى هنا في 2 مع النتوئين السفليين اللي جايين من الفقرة العلوية، والاتنين دول هيربطوا باتنين برضو مفصل زلالي، يبقى هنا عندنا مفاصل زلالية، هنا عندنا مفاصل زلالية، تمام، يبقى كده في 2، هنا كمان في 2. ايه كمان؟ في عندنا المفصل ده والمفصل ده، يبقى عندنا كمان ادي 2 مفصل، دول هيربطوا مع جسم الفقرة ونتوءها المستعرض، يبقى دي هنا في مفصل التاني اللي هو في جسم الفقرة ونتوء المستعرض، هنا في هنا مفصل وهنا في مفصل في نتوء المستعرض، يبقى هنا كمان في 2 مفصل، يبقى احنا عندنا 2 زلاليين علويين، 2 زلاليين سفليين، 2 في جسم الفقرة، 2 في نتوء المستعرض، وما تنساش ان في هنا قرص غضروفي وهنا في قرص غضروفي اسفل الفقرة دي واسفل الفقرة دي عشان يفصل ما بين الفقرة العلوية ويفصل ده ما بين الفقرة السفلية. يبقى اذا هنا عندنا كام مفصل؟ عندنا 10 مفاصل، 2 مفصل غضروفي في اعلى واسفل، و2 مفاصل نتوءات مفصلية امامية، و2 نتوءات مفصلية خلفية، و2 مفاصل اتصال الضلع بجسم الفقرة ونتوء المستعرض يمين وشمال، والاتصال الضلع بجسم الفقرة ونتوءها مين؟ المستعرض. طيب كده احنا رسمناها. في عندنا عدد المفاصل في الفقرة القطنية، هو كده حدد الفقرة القطنية. استنى بقى، لو انا قلت لك عدد المفاصل في الفقرة الظهرية يبقى 10، طب لو قلت لك عدد المفاصل في الفقرة القطنية تبقى كام؟ بص يا معلم، الفقرة القطنية عندنا احنا لما بنيجي على الفقرة القطنية بنقول ايه؟ عشان دي عندنا ايه؟ عندنا الفقرة القطنية، الفقرة القطنية ما فيهاش ضلوع، يعني ما عندهاش المفصلين دول، ده مش موجود عندها وده مش موجود عندها، يبقى احنا كده الفقرة القطنية بالنسبة لنا ما فيهاش الضلع،
ما فيهاش المفصل بتاع طول مستعرض، هيبقى عندها نتوئين علويين نتوئين سفليين والغضروف السفلي والغضروف العلوي فقط اللي هو المفاصل الغضروفية مفاصل زلالي، يبقى كده هيكون عندها 6 مفاصل فقط. تمام، طيب يبقى احنا عندنا العدد المفاصل الفقرة القطنية هيكونوا 6. مفصل الكتف كروي ومفصل المرفق رزي، ده طبعا أسماء للمفاصل، ومفصل الجمجمة بيسموه درزي اللي هو بيبقى مفاصل ليفية، ومفصل المعصم ده مفصل منزلق. أنواع المفاصل عندنا مفاصل، ما في مفصل اسمه مفصل ليفي، والليفي ده بيكون إلى حد ما ثابت وحركتها محدودة جدا زي الجمجمة. يعني إيه حركتها محدودة جدا؟ الجمجمة عند الولادة ممكن الدكتور يضغط على رأس الجمجمة شوية، فبالتالي العظام بتاعت الجمجمة ممكن تقترب من بعضها أثناء الولادة، لكن بعد كده بيبقى في حاجة اسمها أطراف مسننة ليفية، الأطراف المسننة تلتحم مع بعضها، عند الأطراف المسننة بيبدأ الالتحام بتاعها، فبالتالي ما يحصلش فيها حركة ممكن إلا مرة واحدة بس في العمر. المفاصل الغضروفية طبعا محطوطة حركة، دي بين فقرات العمود الفقري، دي المفاصل الغضروفية موجودة بين فقرات العمود الفقري، ممكن تقول مفصل غضروفي موجود في الارتفاق العيني، ممكن تقول مفاصل غضروفية موجودة بين الضلوع وعظمة القص. وطبعا معظم مفاصل الجسم مفاصل زلالية واسعة الحركة زي الحوض والكتف، محطوطة الحركة زي الكوع والركبة، ودي حركة محدودة. الأربطة الموجودة في جسمنا بتكون أكثر مرونة وأقل من الأوتار في المرونة، في سوري في المتانة، يعني أكثر مرونة وأقل قوة أو متانة من الأوتار. الوتر متين جدا، أما في مرونته أقل من الأربطة. الأربطة بتبقى فيها مرونة شوية وبتحدد اتجاه حركة العظام، يبقى اللي بيحدد اتجاه الحركة بتاعة المفاصل بتاعتنا هي الأربطة. تمام، عند مين؟ عند المفاصل في اتجاهات المختلفة، المدى بتاعها تتحرك مدى واسع أو مدى أقل. تمام، طيب قوية ومرنة، هي فيها درجة قوة بس القوة بتاعتها أقل من أقل من الأوتار، يبقى الأربطة أقل من الأوتار في القوة والمتانة، لكن هي أكثر في المرونة حتى تسمح بفرط حركة العظام ومنع الإيه؟ ومنع الالتواء. توجد أربطة تربط بين عظام وعضلات، استنى بقى، المفروض إن إحنا في عندنا الأربطة بتربط بين العظام والعظام، والأوتار تربط بين العظام والعضلات، لكن في عندنا في الرحم في حاجة اسمها أربطة بتربط بين عظام وعضلات الرحم. إيش معنى؟ الرحم بيتمدد عشان يسمح بنمو الجنين، فعشان يبقى في تمدد لازم يكون في مرونة، والمرونة دي تسمح بالتمدد إزاي؟ طب ما إحنا قلنا الأوتار بتكون أقل في المرونة، يبقى إذن ربنا خلق بعض الأربطة اللي بتربط الرحم بعظام الحوض عشان إيه؟ عشان خاطر تدي حرية تمدد للرحم ده أثناء نمو الجنين. تمام، في رباط لا يربط عظام ببعضها، أربط الرحم يعني أربطة اهي رباط بس مش لا يربط عظام ببعضها، ليه؟ أربطة الرحم بتربط عظام بمين؟ بعضلات. وعندنا مفاصل الجمجمة ما فيهاش أربطة، يبقى هنا عظام أو مفاصل لا تحتوي على أربطة لأن هي غير متحركة، ما فيهاش أربطة أصلا. تمام، يبقى هي عظام غير متحركة لا تحتوي على أربطة زي عظام الجمجمة في اللي هي المفاصل اللي فيها. مفصل الركمة فيه 4 أربطة، 1 رباط 2 رباط صليبي أمامي وخلفي عشان بنربط عظمة الفخذ بالقصبة، 1 رباط وسطي عشان نربط عظمة الفخذ بالقصبة أيضا. تمام، يبقى كده عندنا 3 أربطة بس، فيهم 2 صليبي وواحد وسطي، وفي رباط جانبي ده ملوش علاقة خالص بالأربطة الصليبية. الرباط الجانبي ده بيربط مين؟ القصبة، بيربط الجانبي سوري بيربط، لا هنا لازم تصحح، بيربط الفخذ بالشظية، ملوش علاقة بمين؟ ملوش علاقة بعظمة ملوش علاقة بالأربطة الصليبية موجودة في الركبة. الرباط الصليبي الأمامي يتجه نحو عظمة الشظية. طيب عندنا الأوتار، لما نبص على الأوتار، الأوتار بتربط العظام بالعضلات، بس احنا قلنا من شوية إن العضلات بتاعة الرحم مرتبطة بالحوض بالأربطة مش بالأوتار. الأوتار بتكون أقل في المرونة وأكثر قوة من الأربطة. طيب بعد كده هي وظيفتها إيه؟ هي تعمل على سرعة الاستجابة في حركة العظام عند انقباض العضلات، يعني بتقوم بنقل الحركة من العضلات إلى مين؟ إلى العظام. حلو الكلام، وأدي حسب سرعة الالتئام، معدل الالتئام بيعتمد بشكل سريع على كمية الغذاء والأكسجين الواصلة للنسيج، فبالتالي لو عندنا على سبيل المثال عضلة، فالعضلة هي الأقوى والأسرع في الالتئام، ثم
ناخد مين؟ ناخد الاوتار. اشمعنى؟ لان الاوتار بتلحم في العضله. يعني احنا لو عندنا عضله بالشكل ده، العضله اهي ماشي، العضله فيها رباط، سوري فيها وتر. الوتر ده ماسك في ايه؟ ماسك في عظمه، هي العظمه دي كده اهي، فدي العضله. فالعضله عشان هي نسيج ضام عضلي مثلا مخطط، فالعضله بيكون فيها كميه غذاء اكسجين اكبر، فبتدي الغذاء الاكسجين بتاعها الاكبر، فتلتئم هي بسرعه اسرع، يبقى زمن التئامها اقل. ثم مين؟ ثم هنا الوتر. الوتر عشان ماسك العضله في مين؟ في العظمه. طيب بعد منه تروح على مين؟ تروح على الاربطه. الاربطه اللي هي عمي، لان الاربطه بتبقى ماسكه بين العظام والعظام، نسيج لين ففي غذاء اكتر، فبيدي الغذاء لمين؟ للعظام. تمام. وبعدين يعني بيمسك من العظام والعظام. فاذا العضلات ثم الاوتار ثم الاربطه، وبعد منها العظام، وبعد منها مين؟ بعد منها الغضاريف. تمام. وده طبعا شكل الهيكل العظمي، احنا يعني بنمشي عليه كده بسرعه. تحديد الطرف السفلي امامي ام خلفي واتجاهه ايسر او ايمن. عندنا لو في طرف سفلي امامي بتظهر الرضفه، لو طرف السفلي، انا عندي الطرف السفلي الركبه على سبيل المثال. ركبه لو انت شايف الرضفه من الامام هتقول هنا في هنا رضفه اهي. تمام. طيب ممكن في بعض الكتب بيقطع الرضفه من فوق ونزلها لتحت، تبقى متدليه لتحت كده. تمام. طيب ايه كمان؟ ده منظر امامي في الركبه. حلو. الاول هحدد المنظر امامي او خلفي الاول قبل ما اشوف طرف يمين ولا طرف يسار، وبعدين ابدا احدد بقى الطرف اين اتجاه بالظبط. لو انا شفت الرضفه يبقى ده بالنسبه لي منظر امامي. طيب في عظمه القصبه من تحت كده في بروز او نتوء في عظمه القصبه من تحت، البروز ده بيبقى موجود في عظمه القصبه، يبقى بيسموها بروز او حلب اعلى عظمه القصبه. ايه كمان؟ رباط صليبي الامامي باتجاه الشظية، يعني الشظية عندها رباط صليبي امامي رايح ناحيتها، القصبه كامله والشظية ناقصه. ايه بقى القصه دي؟ الشظية ما بنشوفش رأس الشظية كده ملتحمة بالقصبة من هنا. تمام. يعني ما بنشوفش ان رأس الشظية بالكامل داخل جوه العظمة. زي ايه؟ بص الرسمة دي كده، ادي العظمة اهي، هنفرض ان دي القصبة، هنا بتلاقي التحام الشظية فيها كده جزء بس بسيط كده، كده مش باين التحام الشظية مع القصبة بشكل كبير. طيب ده بالنسبة لك كده هيبقى القصبة كاملة والشاذية ناقصة، كده مش باين فيها. طب لو منظر خلفي، بص الشكل هيبقى شكله عامل ازاي؟ يعني نفس العظمة اهي، وهتلاقي الشاذية داخلة بقى بدماغها جامد كده فين؟ في القصبة، يعني مدلية شكل كده، كان باين فيها التحام الشاذية برأسها بالكامل فين؟ في القصبة. يبقى ده هيبقى بالنسبة لنا خلفي، أما ده هيبقى بالنسبة لنا أمامي. طيب إيه كمان؟ بتظهر رضفة، بتشوف لقمة واحدة. ايه بقى اللقمة الواحدة دي؟ عندنا العظمة بتاعة الفخذ بتبقى عبارة عن جزء غضروف كده بيغطي نهاية عظمة الفخذ. عظمة الفخذ دي عشان تبص عليها بتحس ان هي غضروف واحد بس متصل ببعضه او غضروفين، يبقى على حسب ما انت هتشوف هتقول لقمة واحدة او لقمتين. لو لقيت لقمة واحدة يعني غضروف واحد بس متصل ببعضه كده بكل اجزائه، يبقى ده منظر بالنسبة لك هيبقى منظر امامي. ازاي؟ ادي يا عم شكله العظمة اهي، وتلاقي الغضروف بتاعها شكله عامل كده، وده كلها كده على بعضها كده غضروف، شكلها كده ما فيهاش فيها انفصال، فدي بيسموها لقمة، لقمة لحمة ايه؟ لقمة واحدة. تمام. طيب لو لقيته بالشكل ده كده، دي مديها شكل غضروف كده، ودي مديها شكل غضروف كده، ده بالنسبة لنا كده يعتبر جزئين منفصلين، فده وده بيسموها لقمتين، يعني جزئين منفصلين عن بعض كده او غضروفين منفصلين عن بعض، فده هيكون في المنظر الخلفي، اما ده في المنظر الامامي. يبقى ده امامي وده بالنسبة لنا ايه؟ خلفي. يبقى لو لقمة واحدة بس منظر امامي، لو لقمتين هيبقى منظر خلفي. تمام. طيب احنا كده حددنا المنظر امامي او خلفي الاول. طيب بعد كده نحدد بقى المنظر ايه؟ المنظر اليسار او اليمين. ازاي؟ انا لو شفت المنظر بالنسبة لي امامي، فاحنا هنقول الامامي بيكون اليمين يسار واليسار يمين.
لو المنظر امامي، يعني تتخيل شخص واقف قدام منك، تخيل يا عم المراقب، ثبت المراقب وهو واقف قدام منك وقول له استنى بس عشان احنا بنفحص شكل، وزي ما هو طول النهار يفتش فيك اي ايام امتحانات، انت بقى قول له لحظه بس كده احنا بنطبق بقى الايه الامتحان بتاعنا. فتخيل بص للمراقب كده هو جاي عليك، فبص لشكله امامي، فانت هتشوف الشخص زي من الامام بس راسها مش ظاهره، تمام، وهتشوف القصبه وهتشوف بروز القصبه وهتشوف الرضفه وهتشوف البروز بتاع القصبه، تمام، ومش هتشوف راس الشظية كامل. طيب لو جاب لك المنظر خلفي بالشكل ده، انت هتشوف اللقمتين دول او لقمه واحده في المنظر الايه؟ في المنظر الخلفي. طيب تمام كده، يبقى في الامامي هيبقى اليمين يسار واليسار يمين، اما في المنظر الخلفي فطا الخاص المنظر الخلفي هيبقى اليمين يمين واليسار يسار. يعني ايه اليمين يمين واليسار يسار؟ يعني ايديك اليمين هتبقى هي ناحيه الشخص ده اللي واقف قدام منك، لو هو واقف مدي لك ظهره يبقى ده منظر خلفي، يبقى اتجاه ايدك الشمال هو نفس الرجل او نفس الكتف اللي قدام منك الشمال. طيب لو هو مدي لك ظهره برضو يعني منظر خلفي بالنسبه لك، هو واقف بالنسبه لك منظر خلفي، فهيبقى ايده اليمين على ايدك اليمين، ايده الشمال على ايدك الشمال. طب لو منظر امامي، لو انت شايفه امامي بالنسبه لك هيبقى اليمين شمال والشمال يمين، على ايدك اليمين هتبقى المنظر شمال وعلى ايدك الشمال هيبقى منظر يمين. احنا كده خلصنا جزء الدعامة في الإنسان، يا رب يكون استفدتم الفيديو. هنبدأ إن شاء الله جزء الحركة في المخلوقات الحية، ناخد ريست كده ونرجع نكمل الحركة في الكائنات الحية في النبات والإنسان.